احنا خلاص ما يبري هذيك شوف يا شبرك شيء هايك شيشي هاي اي اي هاي لولو هاي نخل الخنيزي حتى الخنيزي معروف بعد وشيشي معروف مطيب وبرحي معروف كلنا نخل طيب هي كان شيء يفرق عن شيء هاي هي نخل النغال موطنها هنا النغال والألوان والفرض والأخصاب واليبري موطنه هنا عندنا كل ما حصل أكثر كرامة أكثر كبرت بسرعة وإن تركتها تمت على حالها نص بنص تجيب نخل صغيرة كبر وتستوي هذا هذا النبات نجيبه من الفحول نبت به النخل أي نخلة ما نبتناها ما عقدت ما تحت طيح نبتناها لا تمر سوبر قيض سويت حلال وخلاص صار طب والطب صار تمر واستفدنا منها لكن ما نبتناها ما منها فايدة معلومة هاي ناس تبادلها من جيل لجيل هاي كان مع أمها صعبة صعبة عقب كبرت وصارت فصل عودة قلعناها من أمها قصيناها وزرعناها هنا وحين روحها صارت نخلة قضيت فصل نخلة عقب مثل مهاتها هذيلا هاي هي فصلة نسمي مصطلح هذا اللي اليوم نستعمله احنا هاي ينفع يا تمر نجد النخل تمر نحط لها مصطلح مدة أسبوع ومي بس نقيناه حطينا داخل يرب هذا شيء سابق من أول ما بحديث أما حديث هذا خيمة صحتنا احنا خيام عشان تنشف التمر خيام أما الأصلي هذا المصطلح هذا كان على دعون وحين صار على كاشي وسميه فشيا نحط عليه تمر على هذا زين دخل الخيمة عقب ما يبس زين طلعناه برا نقيناه غسلناه بماي يكون تمر نظيف مغسول نكلت في تمر ينكل ونكلت ودبس دبس نظيف هاي الخيمة اللي يبس فيها تمر نشوف فيها تمر يكون تمر نظيف يابس لا يكون في اللونة وايد رطب ولا شيء طلعوا عقب ما نخلص من داخل كم أربع أيام خمس أيام طلعناه خاري غسلناه نقيناه من حشية ما حشية والأشياء التالية وظهرنا أصلنا فوز بماي نشفناه عقب بذاكر حطينا داخل أكياس ولا عيرب ولا قباط كذا دبات أول نخلة هاي يعني كل شيء استعملها ما خلي شيء منها مول كلها نقدر حالتنا من النخلة هاي البيت مبني من النخل من اللذوع ومن خوص اللي هو السعف الهندون ومن الفراش احنا ابو فراشنا من النخل الحصير ابو هيله مسوي من النخل حصير وسوي بعض طبوق من شان بعد البنيان فوق عن المطر حطوا تحت دعان حطوا فوق طبق وعقب حطوا فوق بعد دعان اقا خيمه كلنا النخله هذه كنا عليها انشراء عليها عايشين منها هي اللي مفضله عندنا ولا اليوم مفضله عندنا بس الاصليه التقليديه هاي مجبسة العملية هاي اسمي هاي بخار اللي فيه نحفظ التمور صفينا على بعضه مدة شهر كذا طلع الدبس لين يجي البرد من يجي البرد بقى في الدبس يطلع يوم دم الحار أول شيء يهد من نمهاته من نخل ونحطيه في المصطاح عقب مدة أسبوع جف التمر صار لابل نقيناه طلعنا منه اللي هو اللي خشاي وحشف ما اصافه اللي احنا نعرفها زين حطينا دخل اصافه ايرب نسميه هنا ابو ايرب في من اهل البخار ابو كان كلها مجموعه بخار واحد هو ذا الحاله ابو لها اشتركوا الناس كل واحد بعلامته كل 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 كل, كل شخص علامه في التمر هاي التمر فلان هاي التمر فلان ولا مكتوب عليه ولا معلم عندنا عدد نخيل أحسن دبس دبسه خلاص زي ما هو زمان خلاص خالص دبسه بعد يطلع منه من شربه أو بناس معتمدين على التمر على الله ما دمنا على التمر كل أكلنا أكثر إيه تمر القهوة على الغداء على العشاء ما أعرف حالتنا تمر ناكل تمر الدبس هاي يجمعون في الصيف تالي الصيف ويخزنوا عندهم من البيوت متى يبوا دبس عندهم يحروا بيلبسوا بيكون لابل حاضوا من وعاء حاضوا على الله وسخنوه وحلوا على الخبز استعملوا الخبز استعملوا لنا الخبيز صحينا استعملوا أشياء ثانية لكن هو كثير أبوه كان على الخبز
هاي مدرسة الحديثة استخدام من أخروج الدبس نخليك له شفت ها طلع الدبس من صندوق دبس نظيف سائل متى نحتاج الدبس استخرجناه لا يرب تحت يطلع من الدبس هذا لا مشان وزن يكون يضغطن على يرب ويطلع عصير الدبس هذا حطينا 20 جرام داخل صندوق هذا ونستخرج منه متى نبى طول السنة متى نبى افتح عليه بدي موجود دبس يصدق.